معلومات عن بابغاء الكويكر أو بابغاء الراهب. هل بابغاء الراهب عنده القدرة على الكلام؟ وما هو موسم إنتاجه؟ وكم تضع أنثى الكويكر من البيض؟ ومتى تبلغ؟ وما الفرق بين الذكر والأنثى؟ كل هذا وأكثر سنتعرف عليه في هذا الفيديو، فتابعونا ولا تنسوا الإعجاب والاشتراك دعما للقناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من قناتكم الحياة عجائب. بابغاء الراهب والمعروف أيضا باسم بابغاء الكويكر، وهو من الببغاوات صغيرة الحجم، وحجمه متوسط بين الكوكتيل وبين الدرة الهندي، ويصل متوسط طول هذا البابغاء من 29 سنتيمترا في المتوسط، ويزن 100 جرام. وهذا البابغاء يوجد منه ألوان عديدة، ولكن اللون الشائع كما ترون هو اللون الأخضر. أما اللون الأصفر والأبيض اللاتين والألبين فقليل موجود ولكن بقلة، لذا فإن ثمنه مرتفع. اللاتين والألبين يكون ثمنه مرتفع، أما الأخضر فهو الأرخص سعرا. بابغاء الكويكر مناعته مقارنة بالنسبة للدرة الهندي مناعته أضعف، فالدرة الهندي أو الدرة المطوقة بجميع أنواعها تتفوق على بابغاء الراهب في المناعة. أما عن متوسط عمر هذا البابغاء فيصل من 20 إلى 30 سنة. ولكن متى يبلغ طائر الكويكر؟ يبلغ طائر الكويكر كعمر الدرة المطوقة أيضا، فالدرة تبلغ عند عمر 3 سنوات. كذلك طائر الكويكر أو بابغاء الراهب يبلغ عند عمر 3 سنوات، وهذا هو الأفضل. نعم، قد يبلغ طائر الكويكر عند عمر 2 أو 2.5 سنين، ولكن الأفضل أن تقوم بتزويج طائر الكويكر عند عمر 3 سنوات، هذا هو الأفضل حتى تضمن سلامة الأنثى وقدرتها على وضع البيض وقدرتها على التفريخ والإنتاج والتأكيل. ما أن بلوغ الذكر 3 سنوات يضمن أن يكون البيض كله مخصب. ولكن ما الفرق بين الذكر والأنثى في بابغاء الراهب أو بابغاء الكويكر؟ بابغاء الكويكر من عيوبه أنه مما يصعب التفرقة بين الذكر والأنثى حتى بعد البلوغ، ولا يوجد أي علامة ولا يوجد أي شيء بنسبة 100%، فإن الذكر يتشابه مع الأنثى، ولا سبيل لمعرفة الذكر من الأنثى إلا بتحليل الحمض النووي. لذا عليك أخي الكريم عند ذهابك لشراء بابغاء الكويكر أن تكون قد تأكدت من تحليل الDNA حتى يسهل عليك أن تحدد الفرق بين الذكر والأنثى. كم تضع أنثى الكويكر من البيض؟ يمكن أن تضع أنثى الكويكر من البيض من 3 إلى 7 بيضات، وقد تصل إلى أكثر من ذلك، وذلك يرجع إلى قوة الأنثى وإلى التنوع في الغذاء والفيتامينات والعناصر الغذائية، فإنتاجها كثير مقارنة بالدرة المطوقة. وتبيض أنثى الكويكر في السنة 2 إلى 4 مرات، يعني بتعمل 4 أعشاش، وهذا يعتمد على التأكيل اليدوي. يعني إذا أخذت الفروخة وقمت بالتأكيل اليدوي فهذا يتيح فرصة ووقتا للذكر والأنثى ليقوموا بعمل عش جديد. بابغاء الراهب وبناء عشه. إن بابغاء الراهب لا يبني عشه في الثقوب من الأشجار، إنما يقوم ببناء عشه من العيدان، يجمع العيدان حول شجرة أو حول عمود من أعمدة الكهرباء، ثم يقوم بنصب عشه وبتجميع العيدان وتنسيقها مع بعضها. وهذا الطائر مما يميزه أنه يبني أعشاشا كبيرة في حالة اجتماعية، يعني يقوم مجموعة من الذكور والإناث ببناء أعشاشها من العيدان ملتصقة ببعضها حتى تكون كبيرة. ومن سلوك هذا الطائر أن الذكر يكون له مساعدون في بناء العش وفي إطعام الفروخ، وغالبا ما يكونون من أفراد العائلة من ذريته. وترقد أنثى الكويكر على البيض مدة تصل إلى 24 يوما،
وتظل الأنثى تقوم بعملية التأكيل ومراعاة الفروخ لمدة شهرين، وبعد شهرين يستطيع الفروخ أن يعتمدوا على أنفسهم. القدرة على الكلام، هل ببغاء الكويكر عنده القدرة على الكلام؟ بالطبع، إن ببغاء الكويكر من الببغاوات الجميلة، ويتميز بأنه اجتماعي وعالي الذكاء. وببغاء الكويكر يستطيع تقليد الأصوات، بل ويستطيع تقليد النغمات، بل ويستطيع تقليد نغمة رنة الجرس أو جرس الباب. كما أنه يتكلم كالدرة المطوقة، يستطيع أن ينطق بعض الجمل القصيرة. ولكي يتعلم ببغاء الكويكر، يجب عليك أن تكون قد فصلته عن أمه، وقمت بتأكيله تأكيلا يدويا، وقمت بتدريبه. أما الببغاء الوحشي فيصعب أن يتكلم، لابد أولا أن يتم ترويض الببغاء حتى يسهل بعد ذلك أن يقوم بالتقليد، لأن تقليد الطائر لبعض الأصوات لا يأتي إلا بعدما يألف صاحبه، لأن الإنسان إذا قلد أحد فهذا دليل على حبه لذلك الشخص. ماذا يأكل ببغاء الكويكر؟ ببغاء الكويكر كغيره من الببغاوات يأكل جميع أنواع الفواكه، كما أنه يأكل جميع الخضروات، كما أنه يأكل الحبوب بجميع أنواعها كبذور عباد الشمس والفلارس والبلكم. ينبغي للمربي أن يقوم بالتنويع في الغذاء ووضع الفيتامينات والبروتينات، وذلك لضمان قوة الطائر وقوة مناعته، لأن ببغاء الكويكر ببغاء مناعته ضعيفة، فهو وسط بين الكوكتيل وبين الدرة الهندية أو الدرة المطوقة عموما، إلا أنه يعني في المتوسط، يعني الدرة المطوقة مناعتها أقوى من الكويكر. ويجب عليك عند شرائك لهذا الببغاء أن تشتري هذا الببغاء من مصدر موثوق، ويجب أن يكون الطائر نظيف وريشه زاهي ولامع وبراق، ويجب أن تكون أظافره مكتملة، ويجب أن يكون معه تحليل الحمض النووي للتأكد من أنه ذكر وأنثى، ويجب أن تشتري قفصا واسعا لهذا الببغاء، لأنه يحب الحركة ويحب اللعب ويحب الطيران داخل القفص. وينبغي أن تشتري أيضا عشا على حرف إل كعش الدرة الهندية، يعني اشتري قفصا كقفص الدرة الهندية وعشا كذلك كعش الدرة الهندية على حرف إل، هذا هو الأفضل. ومن أهم شروط التفريخ والتزاوج لهذا الطائر لكي تأتي منه بفروخ وإنتاج، يجب عليك أن توفر له عنصر الأمان في موسم التزاوج، حيث أن هذا الطائر كثير الخوف ويخاف كثيرا على أولاده، فلا ينبغي عليك أن تفتح البياضة باستمرار، فهذا مما يفزع الطائر ومما يجعله يفقد الثقة في المكان. وعليك أيضا أخي الكريم أن تثبت مكان القفص، فإن الاهتزاز وانتقال القفص من مكان لآخر هذا مما يجعل الطائر يتوقف عن التفريخ والإنتاج. وفي نهاية هذا الفيديو، أتمنى أن تكونوا جميعا قد استفدتم بالمعلومات التي جمعناها لكم، ولا تنسوا دعم القناة بالإعجاب والاشتراك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسى الضغط بالإعجاب وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد إن شاء الله.